بالنسبه للرواج عندنا في هذا الشهر رمضان، تعودنا بان رمضان كانت تكون الناس تيجيو حتى لاخر رمضان ليله العيد ويقتنيوا البضائع ديالهم. دابا راينا ان الناس تفطنوا لهذه المساله، ولاو تيجيو في شعبان وتيقضيو تياخذوا السلعه ديالهم اللي بغاو، تيفصل اللي فصال واللي يشري يشري، تيوجدهم على قبال الوقت. المساله اللي كاينه هو ان هذا العام هذا كنا منتظرين حنا المسائل غتكون التجاره غتكون يعني الارقام غتكون منخفضه بزاف، غيكون كل شيء في الحمر. الحمد لله الامور كانت غاديه مزيان، يعني تفاجئنا الناس رغم ان كان الغلاء المعيشه واختلال في القفه، لان القفه خذات الفارق، الا ان المغربي تيبقى مغربي متشبت بالتقاليد ديالو باللباس ديالو، عنده تجاره العاده انه يلبس كل عيد خصو يخرج بحله جديده، واخص ان الوليدات تيسبقوا الوليدات على ان الوليدات خصهم يلبسوا العيد بشكل جديد، وبالتالي ان تيكرسوا حتى المساله ديال المدارس، ولاو تيطلبوا في ليله 27 ولاو الملابس، ولاو الناس لازم انهم يجيو يقتنيونا. يعني الفرق ما كاينش، الفرق طفيف. كنا تنتظروا ان غتكون ازمه وغيكون يعني المساله ان غتكون نقص في الشراء، الساعه الحمد لله كانت الامور مزيانه، هذا هو الواقع. واخا الظرفيه كانت ماشي ما مساعداش، انما الامور تجاوزناها وتحداوها المغاربه. الله يبارك فيك علينا عليك. والحمد لله كاين الاقبال، ولكن ضعيف بالنسبه للسنوات اللي دازوا. حنا خدامين كنبيعوا غير خدامين مع العيالات. بالنسبه للصناعه التقليديه حنا خدامين مع العيالات، بالنسبه للقفطان تحاته تكاشط كلشي غير مع العيالات. الله يحسن العوان، راه المصاريف الغلاء اللي كاين هذا العام، يعني بزاف د الحوايج بزاف د العوامل اللي سببوا في هذا الركود وفي هذا النقص. عيد مبارك سعيد. كاين شي شويه ديال التحرك في الايام المناسبة العيد، والناس مع عطلة دابا وداك الشيء تيتقداو لوليداتهم جابادور و تروا بياس والكبار جلالب. ايوا وشهر مبارك هذا ولا نقولوا عيد مبارك. دابا كانت قبل 26 تيتقداو الاولاد ديالهم الصغار، وعاوتاني ملي تيوصل هذيك 27 8 تيتقداو عاوتاني الكبار جلالبات. المناسبة ديال المصلى وديال هذا هو اللي كاين صلاة العيد. ايوا كل واحد يتقضى على جهده، كاين كل حاجة على المستوى ديالو، كل واحد على قدر الاستطاعة ديالو. اليوم إن شاء الله غناخذوا الحويجات لخوتنا لوليداتنا، ملابس الجائزة التقليدية المغربية الأصيلة كان معصر بها منذ زمن طويل. يعني رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة عند الناس، الغلاء الأسعار المواد الغذائية، الأزمة ديال الأسمنة ديال المحروقات، الغلاء ديال المحروقات كذلك، كاين بعض المحلات كاين الأسمنة مناسبة، وكاين بعض المحلات التجارية اللي الانخفاض كاين الأسعار ديال انخفاض الأسعار. غناخدم يعني داك الشيء الأسمنة المناسبة، ما يعني الإنسان ما غيفوتش يعني المبلغ اللي عنده في المدخول ديالو. كون مبروك عواشركم، الله يدخلكم بالصحة والسلامة. بمناسبة العيد دابا حنا راه داخلين العيد، غدا إن شاء الله ولا بعدو العيد غيكون، والله ما عندنا حتى باش نشريو هاد الحوايج العيد. عندي ثلاثة ديال الدراري، الكبير فيهم عنده 4 سنين، حوايج أقسم بالله لا باقي ما شاريهمش. كاع الناس اللي كنشوف فيهم هما كيشريو لوليداتهم، أنا والله ما عندي باش نشري. كنتمنوا للمغاربة عيد مبارك سعيد، يدخل عليهم بالصحة والسلامة، وباش منيتو الله يسهل عليهم. جينا باش نقيسو باش نشريو الحوايج د العيد، وجينا وقيسنا هاد العباية. هادي نقول لبابا شكرا.